بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله محق الحق ومبطل الباطل، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الناس الخير والهادي إلى سواء السبيل، ورضوانا من الله تعالى أكبر على من أيد ونصر. وبعد، أسألك اللهم أن ترزقنا نورا يكشف لنا الطريق في الظلمات، ونسألك من لدنك علما نتخلص به من شباك وشراك الشبهات والمتشابهات، ونسألك يا خالقنا عونا منك يأخذ بأيدينا إلى بر الأمان وشاطئ السلامة حتى نلقاك وأنت راض عنا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه واجعلنا من جنده وأنصاره وأهله، وأرنا الباطل باطلا وكرهنا فيه واجعلنا حربا عليه وعلى حزبه وجبهته، واقذف في قلوبنا من نورك الفرقاني ما تنشرح به وتنفسح حتى تبصر حقائق الأشياء على ما هي عليه. نعوذ بك ربنا أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل، نعوذ بك ربنا أن نسير في السبل ونترك صراطك المستقيم، نعوذ بك ربنا من الضلالة بعد الهدى ومن الانحراف بعد الاستقامة. وأكرمنا اللهم بما أكرمت به محمدا وصحبه صلوات ربي وسلامه عليه من صحة المعتقد وسلامة السير ووضوح الرؤيا وتحديد الهدف والمقصد، حتى نمضي ما تبقى من آجالنا في هذه الحياة وننجح في امتحان التكليف ونتبوأ عندك مكانا عليا في فراديسك العلا مع النظر إلى وجهك الكريم. وبعد، أيها الأحبة، في هذه الآونة نرى وبشكل واضح بأن عقيدتنا تتعرض لهجمات شرسة منظمة مبرمجة جند لها أقلام وإعلام ودعايات وأفلام، واستؤجر لها من كوادر المثقفين والمفكرين والكتاب، واشتريت ذمم لكثير من الدعاة والعلماء ومن يحسب على هذه الملة وهذه الأمة. اشتروا الضلالة بالهدى، وباعوا الحق بثمن بخس، وخرجوا عن منهج الرسالة الذي يميزنا عن غيرنا. عقيدتنا تتعرض لهجمات، هجمات تستهدف الجذور والأصول والركائز والثوابت، وهجمات بجانبها تزين وتلمع العقائد الضالة والمنحرفة، العقائد الزائغة، عقائد الزندقة والدجل والخرافة والإباحية والإلحاد والتميع والتفسخ. هجمة على أس عقيدتنا وأساسها، وهجمة تزيينية تجميلية للعقائد الأخرى لقطع الناس عنها. عقيدة الحق، عقيدة الإسلام الصافية التي صاغ فصولها مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام،
وهجمة بجانبها مع الدعم المادي والإمكانات المتعددة والمتنوعة لتزيين العقائد الأخرى الضالة لتسويقها بين أبناء الأمة، حتى صار لأصحاب العقائد هذه الضالة المضلة المنحرفة صار لهم قنوات فضائية، صار لهم إعلام مستقل ودور للنشر وكوادر للترويج ومؤسسات للتسويق، ويستخدمون كل الإمكانات المتاحة من أجل أن يفسدوا على أبناء الأمة عقيدتهم الناصعة والصافية. فإذا رأوا بأن هذا المسلم سلس قياده ولا يوجد عنده من ذخيرة الإيمان واليقين والعلم والمعرفة، سلطوا عليه شباك وشراك الإغواء والإغراء، فيدعى إلى عقائد الإباحية والشهوات والملذات، ويفلسف له هذه الحياة على أنها متعة وأنها شهوة وأنها كأس وأغنية وأنها هيام وغرام وأنها وأنها، وكم أطلت في رحاب أمتنا من الدعوات هذه التي تدعو إلى الإباحية والتفسخ والمجون، وما الدعوة إلى عبدة الشيطان عنكم ببعيد وصار لها سوق في بلادنا، وما الدعوة إلى العقائد الأخرى الضالة المضلة كشهود يهوى وغيرها ببعيد عنا وصار لها مراكز ودعاية وقوة تدعمها وتنصرها، واستطاعت أن تقتنص الكثير من أبنائنا وخصوصا النخب المثقفة في الجامعات والمعاهد والمدارس. ثم يجدونهم أو إن وجدوا بأن هذا الشاب المسلم أو أن هذا الفرد المسلم يستعصي والضالة وتحيا من جديد كفكر الاعتزال وفكر الجبرية وفكر الخوارج والعقائد المسفة، حتى رأينا بلادا إسلامية مزقتها صراعات ما بين الجماعات الإسلامية كفتنة التكفير والإرجاء أو غيرها من الفتن التي قامت وما قعدت إلى الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومنظم ومبرمج ومرتب، والقصد العقيدة أيها الأحباء، العقيدة. إن سرقوا الاقتصاد والخيرات والإمكانات فإن قوة تجعلك أهلا أن تتحمل الشرف والقلة وتثبت في خط المواجهة، وهم يعلمون هذا جيدا. إن هاجموا الفكر ولوثوه أو شوهوه أو دنسوه فيعلمون مع صحة المعتقد سرعان ما ينجلي هذا الفكر وسرعان ما يثوب الناس إلى رشدهم ويرجعون إلى المنهج السديد والصحيح. وإن حاولوا أن يغزون عن طريق الإعلام أو التربية أو الثقافة أو المعرفة فهم يعلمون مع سلامة العقيدة وصحتها فإننا نملك المناعة والحصانة، فلا نتأثر بهذه الفيروسات المهاجمة وهذه الميكروبات التي يصدرونها إلينا، ويمكن أن تنهض الأمة وتثبت أمام هذه الهجمة الإعلامية أو التثقيفية أو التربوية أو الفكرية الوافدة والغازية. إنها العقيدة أيها الأحباب. ولذلك منذ عقود من السنين، عشرات السنين، والهجمة الآن مركزة على العقيدة ذات شقين اثنين كما قلت. شق يخلخل لك عقيدتك الصحيحة، يشوهها بالخرافة بالزندقة بالإباحية بالشذوذ بالتشكيك بالشبهات بالشهوات بالمتشابهات، وهجمة أخرى لتزيين العقائد الضالة الأخرى وتسويقها كبديل. ومتى ما قبل أبناء المسلمين هذه العقائد الضالة بإغواء وإغراء بدعم مادي برواتب تدفع بتضليل وتجهيل مستغلين جهل وسذاجة الكثير من أبناء الأمة، إذا علموا أن العقيدة خلخلت هنا والعقيدة الضالة سوقت مكانها وأخذت محلها، فإن الأمة
ستفقد مقومات وجودها، وستفقد ركائز ثباتها، وستفقد أصول مواجهتها ومجابهتها، وبالتالي يسهل على الأعداء أن يفعلوا بهذه الأمة ما يريدون، ويسهل عليهم أن يدخلوها في محاضن التدجين والتهجين. لذلك العقيدة، وهذه صرخة أعليها وأرفعها، هذه عقيدتنا، أدعو من خلالها الأمة أن تعود إلى مدرسة محمد، وهنا مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، أن تحمل دينها بشكل صحيح، أن تحافظ على عقيدتها، أن تحتضن هذه العقيدة، أن تحامي عنها، أن تدافع، أن تنظر فيها، فإن كان هناك خلل أصلحت، أو تصدع رممت، أو نقص أكملت، أو زيادة حذفت، إنني أدعو الأمة إلى حمل عقيدتها واضحة ناصعة من مشكات النبوة، كما نزل بها الأمين جبريل عليه السلام على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. إنني أريد من هذه الأمة الآن أن تركز على عقيدتها تركيزا قويا، لأن التجارب والمواقف، وإن مسيرة الدعوة التي خضتها وعشتها في رحاب هذه الأمة، وعايشت كل شرائحها، وتقلبت في كل نماذجها، وفي كل تفاوت الأعمار فيها، رأيت بأنه إن لم تجتمع الأمة على صحة المعتقد ووضوح المعتقد وفهم المعتقد، وجعلت العقيدة هي مرتكز الانطلاق وهي الخيط الذي ينظمها، فإن أي تجربة أو حركة أو دعوة ستفشل في رحابها ولن تنجح أبدا. فإلى العقيدة يا أمتي، إلى العقيدة، وهذه عقيدتنا، هي عقيدتي، أدين الله عز وجل بها ويسألني عنها بين يديه، وهي عقيدتنا نحن المسلمون أهل السنة والجماعة على منهج الحق الواضح، على الصراط المستقيم، نعلي الرأس بها عالية ونحملها، تدفعنا دفعا إلى ساح الوغى والعمل والبذل، تدفعنا إلى أن ننهي النزاع والاقتتال والصراع والشحناء والبغضاء والحسد والكراهية والحقد والتدابر، فنتلاقى، نتوحد، نحقق أخوتنا، نتدثر برداء محبتنا، نمضي أمة واحدة صفوفها قوية متراصة، نقاتل في سبيل الله صفا كأننا بنيان مرصوص. إنها عقيدتنا أيها الأحبة، فعلينا أن ندركها قبل فوات الأوان، وعلينا أن نتقي الله في حملها وفي فهمها وفي الدفاع عنها قبل أن لا ينفعنا شيء بعدها، لأنه إذا ضاعت العقيدة فما عاد ينفع تنظير ولا فكر ولا أعداد ولا جماهير ولا خطب رنانة ولا محاضرات قوية، ما عاد ينفع لا سلاح ولا كفاح ولا مال ولا تحرك. إن العقيدة هي الأس وهي الأساس، وعلينا أن نعلم هذا جيدا، وأن نتقي الله في عقيدتنا، فنحملها حملا صحيحا، ونحامي عنها وندافع حتى آخر قطرة من دمائنا. إن كنت في قومي غريبا مبعدا عن سلطة أو منصب ببالي، لكنني لا أنثني عن عزمتي، والعون من رب السماء العالي، أنا نصرتي من خالقي ومصوري، ليست من الأعمام والأخوال، حسبي رضا المولى وإن غضب الورى، فرضا إلهي غاية الآمال، لا هم لي في الأرض إلا أن أرى فوق الذرى رايات دين الغالي، أملي كبير أن يعود كتابه دستور كل الأرض والأجيال، ويعود للإسلام عز تالد أيام عز الدين بالأبطال، أيام كان الجيش جيش محمد يغزو لوجه الله، لا للمال الفتح عنده للقلوب على الهدى، لا للجيوب وبغية الإذلال، أدعو إلى الله العليم بخلقه بالقدوة الحسنى وبالأقوال، وعلى هدى المختار أحمد منهجي في الفكر والآداب والأعمال، ومن الكتاب ومن حديث محمد النوري ومن نبعيهما إبلالي، ما مذهبي غير الذي قد سنه خير العباد
وصاحب الأنفال أنا مذهبي نهج الصحابة كلهم سلف الصلاح وقدوة الأجيال. أيها الكرام البررة، يا تلاميذ المدرسة الربانية، مدرسة أهل السنة والجماعة، المدرسة الخالدة التي إمامها ومعلمها وأستاذها محمد عليه الصلاة والسلام، إليكم هذا التوضيح والبيان لما يجب أن نكون عليه من معتقد ومن تصور ومن فهم لهذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل بالانتساب إليه وجعلنا من حملته. وإنني أحدثكم الآن حديثا صادقا مخلصا واضحا لا لبس فيه ولا تعمية ولا تورية، إنها عبارات بلا إشارات، وإنه تلميح، إنه تصريح بلا تلميح، وإنه الحق بأبهى صوره يعرض على أبناء الأمة حتى يدركوا أنفسهم ويصححوا عقائدهم ويحسنوا حمل دينهم بالشكل الصحيح قبل فوات الأوان. يذكر أهل التراجم أن أحد المحدثين أتته سكرات الموت وكان طوال حياته يسمع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعيش معه ويحبه، فلما سمع حديثا وهو في سكرات الموت استفاق وجلس. قالوا: أتجلس وأنت في سكرات الموت؟ قال: سقوني وقالوا لا تغني، ولو سقوا جبال سليمى ما سقيت لغنتي. إنه استفاق من سكرات الموت لأنه تشنفت آذانه بسماع حديث من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن أحاديث المصطفى فيها العقيدة الصحيحة والسليمة ومعها إكسير الحياة، فيا أيها الأموات، وكلنا الآن بلا عقيدة أموات، تعالوا نحسن الدخول إلى مدرسة محمد، مدرسة أهل السنة والجماعة، ونحسن حمل عقيدتنا كما تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نستفيق من سكرات الموت التي تغشانا ونعيد مجدنا وعزنا وكرامتنا. إن الدعاة يصرون على أن يمضوا على الطريق، طريق مدرسة أهل السنة. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له يعفور، ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم، وخير من خلق الله، ومخرج الإنسانية من الظلمات إلى النور بإذن ربه عز وجل، يركب على حمار، يركب على حمار. فلما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أردف معاذ خلفه على الحمار، قال معاذ: سار بنا الحمار، فعثر، فسقطت أنا والرسول صلى الله عليه وسلم. ولك أيها المسلم أن تتصور هذا المشهد العجيب، نبيك المصطفى خير خلق الله، بلا ألقاب، بلا أوسمة، بلا كهنوت، بلا أقنعة، بلا أي شيء من عروض الدنيا، يركب مع أحد أصحابه على حمار، فيعثر الحمار بهما ويسقطان من على ظهر الحمار، صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام صلى الله عليه وسلم ثم ركب ثانية فعثر الحمار، فسقط النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ مرة أخرى، فقام صلى الله عليه وسلم يضحك، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إنها العقيدة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حقهم على الله ألا يعذبهم، حقهم على الله ألا يعذبهم. قال: أفلا أبشر الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، فيتكلوا. مع صحة المعتقد الأمن والأمان، السكينة والاطمئنان، الفوز والنجاح، الفلاح، سعادة الدارين، استقام النهج،
وضوح المسير، جري حثيث سريع لا توقف فيه إلا عند أبواب الجنة. فأبشروا يا تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، في مضمون الحديث الذي مر علينا مطالب يطالب بها الداعي إخوانه وطلابه وأحبابه في هذه الفترة الحرجة من فترات التاريخ التي كثرت فيها الردود والأهواء وتشعبت فيها الأفكار وتفرقت الكلمة وكثرت من الجماعات والتيارات والتنظيمات وكل يدعي وصلا بليلى. فما هي العصمة يا عباد الله؟ إنها كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، والالتجاء بعد الله إلى العلماء وإلى أهل الفقه في الدين وإلى علماء أهل السنة والجماعة، ومنهم كبار العلماء في بلاد المسلمين، فإن لهم من الحسنات ما الله به عليم، وإن جانبهم الصواب في بعض المسائل فهم مجتهدون. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فلهم من العقيدة الصافية ولهم من الاطلاع ومن الفقه في الدين ومن حب الله ورسوله ما يشفع لهم في أخطائهم التي لا يسلم منها البشر عادة. فالصواب احترامهم والالتفاف حولهم وزيارتهم ومعرفة قدرهم، فإنها من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وميزة أهل السنة أنهم يحبون العلماء، وأما أهل البدعة فهم يبغضونهم وينفرون وينفرون من العلماء. فالواجب على طلاب العلم والشباب عدم الاستقلال بالرأي والفتوى دون الرجوع إلى العلماء في مختلف القضايا التي تعرض للمجتمع. وقد قيل رأي الاثنين أحب من رأي الواحد، وقالوا ما رأى الثلاثة أحب مما رأى الاثنين. وكان عمر رضي الله عنه إذا وقعت به معضلة جمع أهل بدر يسألهم ويستفتيهم. وفي بعض الآثار أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. فالواجب على طالب العلم ألا يستقل برأيه، وأن يشاور أهل العلم وأهل الفضل، وأن يعود إلى العلماء والدعاة. فكيف بالإنسان العامي الذي بضاعته مزجات في العلم مع كثرة الأهواء والآراء وكثرة الدعوات والتيارات التي تناديه وتدعوه إليها؟ ولكن إننا نعاني في هذه الفترة معاناة واضحة من قلة العلماء الربانيين الذين يحملون هذا الدين حملا صحيحا، يحملونه عقيدة ومنهجا ورسالة ودعوة وبلاغا وجهادا ومشروع شهادة. إننا نفتقد هؤلاء العلماء. فإذا ما وقع النظر على واحد منهم أو سمعنا بأحدهم فلنبرئ إليه أكباد الإبل والنفع إليه ولنلزمه صباح مساء ولنتحلق حوله حتى ننجو في دنيانا وأخرانا قبل فوات الأوان، ولا نغتر برسوم أهل العلم ولا علما ولا دين ولا عقيدة ولا صواب. ويجب على الفرد منا أن لا يعجى بنفسه، فإن العجب مهلكة ومن كبائر الذنوب، حتى تجد الكثير من شيوخ الإسلام ينبئون على الكبائر التي في القلوب ويغفل عنها الناس أكثر من تنبيههم على ذنوب الجوارح. فنحن نتحدث الآن عن الكبائر الظاهرة مثل شرب الخمر والزنا والسرقة، ولكن هناك كبائر قد تكون أكبر من هذه الكبائر كالعجب والحسد والكبر والغرور والعياذ بالله، وقد توصل العبد إلى درجة من الطاغوتية والنمرودية والتجبر على عباد الله وعلى غمط الحق ورده وتحريفه ما لا يعلم حقيقة آثاره الضارة إلا الله سبحانه وتعالى. حتى تجد من الناس من يقوم الليل ويصوم الاثنين والخميس ويقرأ القرآن ثم يعود يرد الحق بالهوى والإلف وما ورثه عن آبائه وأجداده، ويستشهد لك بالمجتمع من حوله وأن دين الناس كلهم هكذا فلا يخالفهم، ويتفلسف على أهل العلم العلم الصافي النقي وينكر فضلهم وقدرهم. ومنها من الآداب التي يجب أن نتحلى فيها الآن عدم التعالي والتطاول على الإخوة والأحبة والزملاء. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان بعض السلف يرافقون ابن مسعود فالتفت إليهم وقال عودوا إلى بيوتكم، والله لو علمتم من أنا لحثيتم بالتراب على رأسي. وكان إبراهيم النخعي إذا جلس إليه أكثر من اثنين قام وتركهم زهدا وتقوى وورعا. فكانوا رحمهم الله يندسون خوف الشهرة والظهور. فنسأل الله
أن يخرجنا منها مخرجا حسنا، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص والتوفيق. والله الذي لا إله إلا هو عالم الخفايا ويعلم ما تكن الضمائر والسرائر، لولا الواجب ولولا قلة المتحركين في ساح الأمة، ولولا ما أرى من هجمات على إسلامنا وعقيدتنا، ولولا ما أرى أن الساحة خالية من روادها ومن الحملة، والله لما جلست أمام اثنين، والله لما كلمت اثنين، والله لما وقفت أمام اثنين متكلما أو خطيبا أو محاضرا، ولكن خلت الديار فكدت غير مسودي ومن الشقاء تفرد بالسؤدد. والآن إليكم معالم مدرسة أهل السنة والجماعة، معالم المعالم التي تنبني عليها العقيدة الصحيحة والسليمة التي يجب أن نحملها جميعا. أيها الإخوة، إن مدرسة أهل السنة والجماعة من معالمها أولا أنها مدرسة تتبع الدليل، وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لا تتمسك إلا بالوحي، لأن العصمة من التحريف لكتاب الله عز وجل ولرسوله فقط، أما غيرهما فكل قابل للخطأ ويرد عليه. قال ابن القيم رحمه الله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. قرأنا أن بعض المستشرقين أراد أن يسلم وقد تعلم العربية فقرأ القرآن، فكان سبب إسلامه أن عرض عليه المصحف فابتدأ بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقال على الفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أحد الناس، لماذا أسلمت فورا؟ قال كل كاتب إذا كتب كتابا بدأ في المقدمة بالاعتراف بالعجز والتقصير ويقول أعتذر وإن كتابي فيه نقص، وإن من رأى عفرة فليغض الطرف وليسامح، إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه بدأ متحديا الناس جميعا أن يوجد في كتابه نقص أو تقصير، ذلك الكتاب لا ريب فيه. انظر إلى المكتبة، انظر إلى رسائل التخصص من الماجستير والدكتوراه، فكلهم عند البدء يعتذر طويلا من الأخطاء والتقصير والغفلة والنسيان، أما الله تعالى فيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول ليس فيه شك ولا نقص ولا تقصير ولا تردد ولا ريبة. ويقول سبحانه وتعالى عن كتابه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، أتى على سفر التوراة فانسلخت فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. فأهل السنة يؤمنون بهذا الدليل وأنه وحي، إن هو إلا وحي يوحى، ويؤمنون بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمدرستنا مدرسة أهل السنة والجماعة شعارها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لها معصوم غير الرسول عليه الصلاة والسلام. وتجد بعض الناس يبالغ في حب المنظرين أو الدعاة المشهورين أو العلماء حتى كأن كلامهم صحيح لا يقبل الخطأ، وكلام غيرهم خطأ لا يقبل الصحة، وهذا خطأ. وأنتم تعرفون فتاوى كثير من علماء المسلمين ومنهم شيخ الإسلام لما سئل عمن قال إنه يجب على الناس أن يتبعوا إماما من الأئمة ولا يخالف قوله أبدا، فقال من قال هذا القول يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فلا قول إلا قول الله وقول محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سئل إمام أهل السنة الإمام أحمد عن مسألة فأجاب فيها، فقيل له ماذا يقول فيها الشافعي؟ فقال ويلك لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذنا وخذ من حيث أخذنا. والمقصود من بلغ درجة الاجتهاد وأصبح لديه الملكة بأن يأخذ من حيث أخذوا فليفعل، وإلا فليتحرى من أقوال الأئمة أقواها دليلا وأصحها بيانا ولا يأخذ الأمر على عواهنه. وقال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم ولا من طلبة العلم. المقصود أيها الإخوة أن ميزة مدرسة أهل السنة والجماعة أنها تتبع الدليل
ودليلها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة الأبرار الأطهار خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول أحد الفضلاء على طالب العلم أن يتمسك في كل مسألة بدليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وكذلك عامة الناس. فالعلم إنما هو بالدليل، وقد نبه سبحانه على هذا فقال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وقال سبحانه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي بعض الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى الشمس فقال لرجل يسأله أترى هذه الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. ودل على ذلك قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والدليل هنا هو البصيرة في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال المفسرون البصيرة هي العلم والدليل. وصدق صلى الله عليه وسلم، فإن أتباعه صلى الله عليه وسلم لا يتعاملون بأهواء ولا بعواطف ولا بكلام فكري، بل بدليل شرعي ونص من الكتاب والسنة ونقل عن أئمة الهدى من سلف هذه الأمة. ثانيا، من معالم مدرسة أهل السنة والجماعة أنها مدرسة ميسرة ميسرة سهلة بعيدة عن التكلف والتعقيد. وإنما دخل التعقيد علينا يوم أتى الفلاسفة وأهل علم الكلام الذين تقعروا وتشددوا في أمور العقائد وأمور الشريعة حتى أفسد الدين، ويوم أتى أولئك الذين يتحدثوا بالإشارات والرموز والطلاسم والشفح عليهم من الله ما يستحقون حتى نسفوا جدران الشريعة وهدموا أركانها. أتي للرسول صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث معاوية بن حكم السلمي بجارية أي طفلة فقال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة. ببساطة بلا تعقيد أيها الأحبة، ما أحسن العقيدة وما أسهل العرض. وأتاه ضمام بن ثعلبة فسأله صلى الله عليه وسلم عن الآيات البينات وعن الله، فأخبره صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، وأنا ضمام بن ثعلبة. ثم ولى فقال صلى الله عليه وسلم إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. سهلة بسيطة بلا تعقيد. وفي رواية أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم على عمل إذا عمله دخل الجنة، فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الأعرابي. عقيدة سهلة ميسرة لا تعقيد فيها ولا غموض. وفي الحديث أن أبا تميمة الهجيمي وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أتى من البادية فقال للرسول صلى الله عليه وسلم من أنت؟ فقال أنا رسول الله. قال من أرسلك؟ قال أرسلني الله. قال من هو الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم للرجل أنا رسول من إذا أصابك قحط وأنت في الصحراء فدعوته كشفه عنك، وأنا رسول من إذا ضلت عليك راحلتك وأنت في البادية فدعوته ردها عليك. فلم يأتي صلى الله عليه وسلم بتعريف الفلاسفة أو تعقيدهم فيقول الله هو العقل الفعال أو العلة المؤثرة، وإنما أتى بتعريف الأنبياء بل بتعريف الله لنفسه. فالله عز وجل يعرف نفسه لموسى في أول مكالمة ولم يكلم إلا أحدا من الناس كفاحا إلا موسى، يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فأعظم تعريف لله عند أهل السنة والجماعة أنه لا إله إلا الله. وفي سورة محمد قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله قبل أن تدعو وقبل أن تعمل وقبل أن توجه وقبل أن تربي وقبل أن ترشد وقبل أن تذكر، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلما سمع الأعرابي أبا تميمة هذا التعريف البسيط قاله أنا رسول من إذا أصابك قحط وأنت في الصحراء فدعوته كشفه عنك، وأنا رسول من إذا ضلت عليك راحلتك وأنت في البادية فدعوته ردها إليه. إنه الإيمان، إنها العقيدة الواضحة الصافية البسيطة. فآمن الأعرابي وأسلم. هذه عقيدة ميسرة يدعو إليها أهل السنة والجماعة، فهم يقدمون أولا ميثاق التوحيد
حتى يقوم الناس على منهج الرباني، وكل ذلك بسهولة ويسر. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهذا كان منهجه صلى الله عليه وسلم، حيث وصفه الله بأنه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فقد بعث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا لطيفة في هذا الحديث الذي مر علينا منذ قليل، حديث أبا تميمة. هناك أحد المتعالمين والمتفيقهين يتكلم في يوم من الأيام عن مزايا النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول إن من مزايا النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا أصابك قحط وأنت في الصحراء دعوته كشفه عنك، وأنه إذا ظلت عليك الراحلة وأنت في البادية دعوته ردها عليك. فلما سأله أحد طلبة العلم على ماذا استندت في هذا الكلام، وكيف تقول مثل هذا وهذا من شأن الله ليس من شأن العباد حتى وإن كان المصطفى عليه الصلاة والسلام، فاستشهد له بهذا الحديث مع حذف كلمة واحدة مما أدى إلى التلبيس والضلال والعياذ بالله. فقال، يروي الحديث، يقول في الحديث: أنا رسول إذا أصابك قحط وأنت في الصحراء دعوته كشفه عنك. فحذف من؟ أنا رسول من؟ قال: أنا رسول. حذف كلمة من؟ العامة ما يدريهم، البسطاء ما يدريهم أن كلمة حرف واحد من حذف من الحديث، فتغير معناه وقلبه هذا الأفاك رأسا على عقب، يضلل على الناس عقيدتهم ويجاهلهم ويحرف الكلمة عن مواضعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلننتبه من هؤلاء أيها الأحباء. ثالثا من معالي مدرسة أهل السنة أنها تحارب البدع في الدين والأهواء، فإنها صافية كالثوب الأبيض، فلا ترى تجميع من هب ودب، إنما هي مدرسة ربانية لا يدخل فيها إلا بشروط: أن تكون سنيا صرفا موحدا لله ذا منهج رباني. أما التلفيق والترقيع والحلول، حلول التنازلات والمفاوضات، فهذا لا يصلح أبدا على حساب العقيدة. حتى يقول بعض أهل العلم: عامي موحد يغلب ألف عالم مخلط. وهذا صحيح، فإن علماء المبتدعة بحور في العلوم لكنهم مخلطون، وقد يقل علم العالم عند أهل السنة ولكنه صافي المنبع كالنطفة من الماء العذب أو كالساقية الصغيرة. أما علم المبتدعة والمنحرفون وأصحاب العقائد الزائغة فكالبحر لكنه مالحا أجاجا لا يصلح للشرب ولا للسقيا أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال أبو بكر رضي الله عنه في أول خطبة على المنبر: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتابا إلى رجل صار يسأل عن القدر، وهذا أمر في عقيدتنا يسكت عنه إذا ذكر القدر فأمسكوا. فصار هذا الرجل في عهد عمر بن عبد العزيز يسأل عن القدر ويتكلم، فأرسل إليه رسالة جاء فيها: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم، أي الصحابة لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وبصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وهي من عيون الكلم ودرره رحمه الله تعالى أن يقول له: إنما عليك بما تركنا عليه محمد وأصحابه، وكل ما جاء بعدهم إحداث وضلال وانحراف وزيغ. الرابع من معالي مدرسة أهل السنة أنهم يدعون للاجتهاد الشرعي، ويطالبون العلماء وطلاب العلم بالجد والاجتهاد،
حتى يحققوه. والغرض من هذا محاولة التخلص من التقليد الذي يؤدي إلى مخالفة السنة. فالاجتهاد باق وهو خاصية من خصائص هذه الأمة، وإنما يجب عليه وجوبا كفائيا أن تحقق أدواته وأسبابه، وهذا لا يكون أبدا إلا بمطالعة كتب الأوائل واعتماد طريقتهم في تقديم النقل الصحيح واعتماد القواعد الأصولية التي أصلوها. ويستلزم من هذا التنبيه على ما وقعت فيه كتب الأوائل من بعض الهنات التي لا يخلو منها كتاب ولا ينفك عنها عالم. الخامس من معالم هذه المدرسة، مدرسة أهل السنة، أنها وسط بين الطوائف. فالأمة الإسلامية وسط بين الأمم، وأهل السنة وسط بين الطوائف. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهي أي أهل السنة وسط بين المرجئة والخوارج في قضايا الإيمان والكفر. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ويرون أن أصل الإيمان واحد لا يتجزأ، ويرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويرون أن إيمان أبي بكر مثل إيمان أحد الأمة. أبو بكر الذي دفع دمه وعرضه ووقته وماله في نصرة لا إله إلا الله يكون إيمانه كإيمان الذين لا يحضر الواحد منهم لصلاة الفجر إلا بإلحاح عند هؤلاء الخبثاء. وأما الخوارج فقالوا بأن صاحب الكبيرة كافر يخرج من الملة، وتوسط أهل السنة فقالوا الإيمان يزيد وينقص، وصاحب الكبيرة فاسق بكبيرته ما لم يستحلها، فإن استحلها كفر بالاستحلال ولا يخرج عن الإسلام لفعله لهذه الكبيرة، لكنه ناقص الإيمان. وهم أهل السنة وسط بين الرافضة والنواصب في عقيدتهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل نبيه. فالرافضة غلوا في أهل البيت حتى قال بعضهم عن علي أنه الإله رضي الله تعالى وأرضاه، فلما سمع علي بذلك أحرقهم بالنار، وساعده مولاه قنبر. وأخذ علي يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أي حينما جاءه هؤلاء وقالوا أنت الله أنت الله فحرقهم بالنار. أما النواصب فسبوا أهل البيت وناصبوهم العداء وتبرأوا منهم. وأما أهل السنة فكانوا وسطا بينهما حيث عرفوا حقوق أهل البيت، كما قال الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لكنهم لم يغالوا فيهم غلو الرافضة. السادس من معالم مدرسة هذه، من معالم مدرسة أهل السنة والجماعة، أن هذه المدرسة واقعية تخاطب الناس بالواقع فتحل مشكلات الناس التي يعيشونها دون الخوض في الخيالات. وأنا أنصح إخواني جميعا لأن لا يتكلف أحدهم بالمسائل التي لم تقع. وقال بعض أهل العلم لأحد تلامذته وكان يفتي الناس لا تفتي الناس إلا في مسائل وقعت، فإنك إذا فعلت ذلك وضعت عنك نصف التكلفة، أو كما قال أو لا يتدخل المرء فيما لا يعنيه من تلكم الفتاوى. سابعا من معالم مدرسة أهل السنة أنها تجمع وتوحد ولا تفرق ولا تحب الشتات، ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. العالم الآن يسعى إلى الوفاق بين الدول وتجميعها على روابط دنيوية، إلا هذا العالم الإسلامي الذي كل يوم تنقسم فيه الدولة إلى دولتين والجماعة إلى جماعتين أو إلى ثلاث أو أكثر. مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتبر فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موطنها كالهرية انتفاخا صولة الأسد. فالتبديد والتشتيت ليس من منهج الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن جمع الأمة وتوحيد الكلمة على منهج رباني هو منهج أهل السنة والجماعة. أما أن تنعقد الأخوة على غض الطرف عن أخطاء العقيدة فهذا منهج يؤدي ولا محالة إلى غياب مبدأ الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، وهو من أركان الإيمان. فيجب أن تنعقد الأخوة على روابط إيمانية وأسس عقدية صحيحة نابعة من الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة الصالحين. فمدرسة أهل السنة والجماعة تنهى عن الشتات ولا يشتت ولا يفرق إلا أهل البدع، وهم خطباء فتنة، حتى تجد بعض الناس من الكتبة لا يتكلم في الاجتماع وتوحيد الكلمة والصف، ولا يتكلم في حاجات الأمة، ولا يتكلم فيما يحتاج إليه الناس من علم الدين والدنيا، وإنما بقي في بياته الشتوي
فإذا سمع فتنة قام يتكلم وطال لسانه فيها. رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه بعض الناس وقد أقبلوا وراء سارق تقطع يده، فقال: شاهت وجوهكم، شاهت الوجوه التي لا ترى إلا في الشر، ولا أراها في مواطن الخير. فتجد بعض الكتبة وبعض الأدعياء من الدعاة والعلماء لا يكتب ويتكلم إلا في الشر والفتن والتفريق والإسقاط وتمزيق الصف. الثامن من معالم مدرسة أهل السنة أنها مدرسة ربانية ليس لها مصدر لأفكارها من غير الوحي، فليس عندنا مواد نستخدمها من نابليون ولا من حمورابي ولا من هتلر، بل عندنا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي مدرسة ربانية نزلت من فوق سبع سماوات لا تمد عقلها ولا يدها إلى غير الوحي. وما استعرت تعاليما ملفقة من صرح واشنطن أو رأس شيطاني، وما مددت يدي إلا لخالقها، وما نصبت لغير الحق ميزان. تاسعا من معالم أهل السنة، من معالم مدرسة أهل السنة أن أهلها لا يكذبون بخلاف أهل الأهواء الذين يحتاجون إلى الكذب، لأن عندهم عدوك اليوم صديقك غدا. أما أهل السنة والجماعة فمنهجهم واحد، تلقاه اليوم وبعد سنة لا يتغير ولا يكذب، لأنه يحمل قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. عاشرا من معالم مدرسة أهل السنة أن شعار أحدهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، فلا يسعى إلى مطمع دنيوي، وإنما يسعى إلى إقامة شريعة الله وإصلاح عقائد الناس وإلى توضيح المنهج الرباني وإلى النهي عن الشرك والخرافات والخزعبلات والدجل والسحر والكهانة وإلى رد الناس إلى الصراط المستقيم. الحادي عشر من معالم مدرسة أهل السنة أنها تعذر المجتهد المخطئ فيما يخطئ فيه، وهذا في الفرعيات لا في العقيدة. وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام أسباب اختلاف العلماء في مسائل الفقه، بل تراجع في هذا الكتاب النفيس والرائع. وقال بعض أهل العلم: والصحابة بحمد الله لم يختلفوا في مسألة عقائدية أبدا، فالخلاف والعذر وارد في هذه المدرسة. ولذلك تجد بعض الناس ممن جهل هذا يتشدق ويقول: هذا العالم الفلاني يحرم التصوير الفوتوغرافي، وهذا يحلله، هذه فوضى. ونسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الثاني عشر من معالم مدرسة أهل السنة أنها مدرسة تؤمن بالشمول في حياة العبد وتوازن بين الروح والفكر. لقد ذهب الفلاسفة إلى الفكر فقست قلوبهم، وذهب الصوفية إلى الروح فجهلت عقولهم، وذهب أهل السنة والجماعة إلى الفكر وإلى الروح فاكتمل الخير عندهم. وقد قال تعالى جامعا بين الفكر والذكر: وهما غذاء الروح، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الثالث عشر من معالم هذه المدرسة أنها تقول الحق ولا تخشى في الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فهي تبلغ بقوة لأنها تحملت الميثاق، ولا ترهب إلا من الله، ولا تسكت عن المنكر والباطل في الفرعيات فكيف بأصول العقائد. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالإمام أحمد كان من رموز مدرسة أهل السنة والجماعة في الصدوع بكلمة الحق والوقوف بقوة أمام الباطل في فتنة القول بخلق القرآن، عندما قامت الجموع والأغلبية من الناس في كفة وقام هو في كفة واحدة بمفرده كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه هو في حشم، استمر يدافع ويبين الحجة حتى نصره الله سبحانه وتعالى وحفظ عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذه المدرسة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهو الواجب الشرعي الإيماني الذي يحمله كل فرد من أبناء هذه المدرسة. الرابع عشر هذه المدرسة لا ترى التعصب المذهبي، فهي تعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، لأن التعصب المذهبي ك
كان عثرة في سبيل توحيد الأمة على التاريخ، حيث كانت المشاحنات والخصومات بين أنصار كل مذهب وجماعة وطريقة. والواجب على أهل السنة والجماعة أن يسعوا إلى إنزال هذه اللافتات والشعارات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإلى توحيد الكلمة وجمع الصف. فإن الحزبية هي برمجة للعبد في مسار ضيق وفي دائرة محدودة حتى يحب ويوالي من هذه النظرة الصغيرة، فلا يرى إلا بهذا المنظار، ولا يقرأ إلا بهذا المنظار، ولا يسمع إلا بهذا المنظار، ولا يحب إلا من وافقه في هذا المسار، ويكره من خالفه حتى ولو كان فاضلا. فهذه ليست من الإسلام، وليست في القرآن الأخذ بأي حزب إلا حزب الله سبحانه وتعالى. فكل ولي لله وهو مقيم لشرع الله فهو من أوليائك وأنصارك. 15، هذه المدرسة مدرسة أهل السنة والجماعة، تدعو إلى مناصحة ولاة الأمر من الحكام بالحكمة واللين والموعظة الحسنة، لا بتشهير على المنابر أو إثارة حزازات النفوس وأحقادها على الحكام حتى يغضه الناس فيتفرق الصف. فهذا ليس بمنهج لأهل السنة أبدا، ولو توهم ذلك بعضهم خطأ، بل هذا مسلك أهل البدع وأهل الانحرافات العقائدية والفكرية على مر التاريخ الإسلامي كالخوارج ومن سار على دربهم. فواجب العلماء والدعاة الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والتوفيق لخدمة الدين ومناصحة الحكام سرا في أمور المجتمع، والبعد عن المنابذة وتفريق الكلمة. 16، أن مدرسة أهل السنة لا تجتمع على ضلالة، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا رأيتم العلماء من أهل السنة قد اجتمعوا على أمر فاعلموا أنه حق وأنه هو الأمر الذي أراده الله. 17، أن علماءها وأخيارها عدول مزكون بخلاف أهل الكتاب من بني إسرائيل، فإن أشرارهم علماءهم فهم أهل المصائب والكوارث والفتن. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ويرى ابن عبد البر أن من حمل العلم فهو من العدول، فالعدل عندنا هو من حمل العلم، ولذلك لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا. 18، من معالم مدرسة أهل السنة والجماعة أنهم يرون الولاء والبراء عقيدة، وكذا الحب والبغض عقيدة، فهم لا يسيرون الحب والبغض بلا ضابط، بل كما في الحديث من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول في الولاء إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ونلاحظ نقص الولاء في بعض الملتزمين من المقصرين، فترى الواحد منهم إذا التزم لا يزال يستمر في صحبة كثير من الأشرار وكثير من المنحرفين عن السنة ممن يستمع الغناء أو يتخلف عن الصلوات ويتمرد على السنة، فتجده يآكله ويشاربه ويزوره ويصاحبه دون أن يدعوه أو دون أن ينصحه. وهكذا تجد الضعف عند من يشتغل مع غير المسلمين، فتجدهم يآكلونهم ويشاربونهم ويلاطفونهم ويزاورونهم ويحترمونهم دون أن يدعونهم إلى العقيدة الصافية وإلى الدين الحق حتى ينقذوهم من النار. كتب أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كتابا إلى عمر رضي الله عنه يستشيره في كاتب نصراني عنده هل يتخذه كاتبا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا، فقال إنه فطن يا أمير المؤمنين. قال عمر قاتلك الله، تقربهم وقد أبعدهم الله، وتحبهم وقد أبغضهم الله، وترفعهم وقد أنزلهم الله. فطرده أبو موسى. فنصيحتي لأهل الأموال والمؤسسات أن يتقوا الله في هذا المنهج الرباني، فلا يستخدموا عمالا غير مسلمين أو خبراء أو مستشارين أو غير ذلك إلا عند الضرورة القصوى، بحيث لا يوجد خبير في هذا المجال إلا غير المسلمين. 19، أن هذه المدرسة لا تكتفي بالظاهر دون الباطن ولا بالباطن دون الظاهر، لأن بعض الناس يرى عمل الظاهر أو الجوارح قشورة كلبس الثوب الشرعي وإطلاق اللحية وتسوية الصف في الصلاة والسواك وغيرها، بل هي لباب كلها، وكل ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لباب. فأهل السنة يريدون أن يكون مظهرك وشخصيتك تبعا للسنة وتبعا لإمامها وأستاذها محمد عليه الصلاة والسلام، وتهتم هذه المدرسة بالباطن
فتجرد الروح من الذنوب والخطايا، من الكبر والحسد والحقد والغل والعجب والغرور وكبائر الذنوب ونحو ذلك. 20 من معالم هذه المدرسة أنها توقر الصحابة وتحترمهم وتكف عما شجر بينهم. سئل عامر الشعبي عن أهل حنين ما لهم تقاتلوا ولم يفر بعضهم من بعض، قال: أهل الجنة التقوا فاستحيا بعضهم أن يفر من بعض. وقال عمر بن عبد العزيز وقد سئل عن تلك الفتن والدماء التي جرت بين الصحابة الكرام، قال: تلك دماء سلم الله منها سيوفنا، فلماذا لا تسلم منها ألسنتنا؟ وهذا هو الواجب على المؤمنين، كما يقول تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإذا رأيت الإنسان يبحث عن ذنوب الصحابة ويبخم خطاياهم فاتهمه في دينه واتهمه على الإسلام، واعلم أن في قلبه مرضا أو هوى والعياذ بالله. 21 من معالم هذه المدرسة، مدرسة أهل السنة، أنها مدرسة تتخذ من اللين والحكمة شعارا، شعارا لها في دعوتها لتكسب بها قلوب الناس وتؤثر فيهم، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. فهي مدرسة التيسير واللين واللطف في القول وفي النصح وفي العمل. 22 أنها مدرسة ترتكز على النفع المتعدد للأمة وللناس قبل النفع اللازم لها، فتهتم بأمور الدعوة وتنفيس الكروبات عن الآخرين ومساعدتهم والوقوف بجانبهم وفك كرباتهم قبل أن تهتم بأمورها الخاصة من النوافل اللازمة كالصلاة والصيام. هذه أيها الإخوة أبرز معالم هذه المدرسة المباركة، مدرسة أهل السنة والجماعة التي أراد الله لها أن تكون خير من يمثل الإسلام في كل زمان وفي كل مكان، ونسأله سبحانه أن يثبتنا على هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، إلى أن نلقاه وقد رضي عنا. إن تسألوا عن نسبي دين المعالي نسبي، أو تسألوا عن قائدي فقائدي خير نبي، أو تسألوا عن مذهبي كتاب ربي مذهبي وسنة المختار والصحب الكرام النجبي. إن تسألوا عن قدوتي خير البرايا قدوتي، أو تسألوا عن إخوتي فالمتقون إخوتي، أو تسألوا عن خطتي هداية لأمتي تنقذها من الضلال من شفير الهوة. لا تسألوا من ذا الفتى، لا تسألوا من ذا الفتى، بل اسألوا من أي دين، ما رأيه في ربه، ما رأيه في المرسلين، ما خلقه، ما عقله، ما نفعه للمسلمين، ما فقهه، ما خوفه من نار رب العالمين. لا تسألوا عن ماله فالمال ظل زائل، لا تسألوا عن آله فالآل آل باطل، لا تسألوا عن جاهه فالجاه زيف حائل، بل اسألوا عن دينه أناقص أم كامل. هذه عقيدتنا، هذه عقيدتنا، بعد أن عرفنا المعالم هذه عقيدتنا. احفظوها، افهموها، اعلموها، دافعوا عنها، علموها نساءكم، صغاركم، أطفالكم، اجعلوها اكسير المناعة والحصانة أمام الهجمات المستعرة على عقائد أمتنا قبل أن نخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. هذه عقيدتي التي أعتقدها وأدين الله عز وجل بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليها حتى نلقاه. نؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله، ونؤمن بما جاء عن الله عز وجل على مراد الله عز وجل، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا ننفي عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه، ولا نحرف الكلمة عن موضعه، ولا نلحد في أسمائه بأن ننكر شيئا منها أو مما دلت عليه، أو نجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، أو نسميه سبحانه بما لم يسمي به نفسه، أو نشتق من أسمائه أسماء للأصنام نسميه بما لم يسمي به نفسه، كأولئك الذين يقولون عن الله: سبحانك هذا بهتان مبين. ولا نلحد في آياته بصرفها عما دلت عليه وتحميلها ما لا تحتمله، ولا نمثله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا شبيه له ولا يقاس بخلقه تعالى. فنشهد
أنه حي قيوم عليم حكيم لطيف خبير سميع بصير قوي عزيز أول وآخر ظاهر وباطن، وأنه بكل شيء عليم، وأنه الرزاق ذو القوة المتين، وأنه فعال لما يريد، وأنه على كل شيء محيط وعلى كل شيء قدير، وأنه يحب ويبغض ويرضى ويسخط ويكره، ويأتي يوم القيامة وينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ويتكلم بما شاء متى شاء. القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وأنه سبحانه وتعالى يرى ويسمع ويعفو وينتقم، إلى غير ذلك من صفاته التي هي صفات كمال لا نقص فيها ولا عيب مما ذكر في الكتاب والسنة. ونؤمن بملائكة الله عز وجل، وأنهم خلق من خلقه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقد وكلهم الله عز وجل بأعمال كالنزول بالوحي من الله تعالى على رسله، وحفظ العباد بأمر الله وكتابة الحسنات والسيئات وغير ذلك. ونؤمن بكتب الله تعالى المنزلة التي عرفناها والتي لم نعرفها، كصحف إبراهيم وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى والقرآن الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونؤمن برسل الله عليهم الصلاة والسلام، وأنهم بشر معصومون يبلغون رسالات الله تعالى وليسوا بآلهة، وإنما هم عباد مصطفون، وقد فضل الله تعالى بعضهم على بعض، وأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام وهو الخاتم. ونؤمن باليوم الآخر وبما جاء فيه من نعيم القبر وعذابه والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة ونشر الدواوين وإعطاء الصحف والجنة والنار. ونؤمن بالقدر وأنه من عند الله تعالى، وأن الله عز وجل علم المقادير وكتبها وقدرها كما شاء جل في علاه، ولا نقول بقول الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على أفعاله لا قدرة له عليها، وأن أفعاله بمنزلة حركات الأشجار، ولا نقول بقول القدرية الذين نفوا تعلق أفعال العباد بقدرة الله تعالى، فأفعال العباد عندهم لا تحل تحت مشيئة الله تعالى وقدرته. ونعتقد أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، ولا نقول بقول المرجئة الذين جعلوا الإيمان تصديق القلب فقط وأخرجوا عنه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة، وجوزوا على الله تعالى أن يعذب المطيعين وأن ينعم العاصين، ولا نقول بقول الوعيدية من القدرية الذين خلدوا في النار كل من مات مصرا على الكبائر دون الشرك، بل نقول بقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان اسم جامع لجميع العقائد الدينية والأعمال القلبية والبدنية، وأنه قد يبقى ناقصا إذا تجرأ المؤمن على المعاصي بدون توبة، وأن الله لا يظلم من عباده أحدا ولا يعذب الطائعين بغير جرم ولا ذنب، وأنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولو فعل الكبائر كما تواترت بذلك نصوص الكتاب والسنة. ولا نقول بقول الحرورية من الخوارج الذين كفروا عصاة المؤمنين وخلدوهم في النار، ولا نقول بقول المعتزلة الذين يقولون في العصاة ليسوا بمسلمين ولا بكافرين ويخلدونهم في النار. ونترضى عن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الأطهار ونواليهم ونحبهم، ونترضى عن الصحابة الأخيار ونناصرهم من المهاجرين والأنصار، ونحبهم ونذب عن أعراضهم لأن الله تعالى زكاهم ورضي عنهم ومدحهم وعدلهم. ولا نقول بقول الرافضة الذين يسبون الصحابة ويلعنونهم وربما كفروهم ونبرأ من مذهبهم فإنهم قاتلوا الصحابة وكفروهم واستحلوا دماء المسلمين. ولا نقول بقول النواصب الذين سبوا أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ونصبوهم العداء والبغضاء، بل نذهب مذهب أهل السنة والجماعة فنعترف بفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم أفضل الأمة، ولا نغلو في أحد منهم، ولا نقول بعصمة أحد غير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولا نقول بقول الخوارج في الحكام والولاة فإنهم يخرجون على ولاة الجو ويجردون عليهم السيف، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، بل نسمع ونطيع لمن ولاه الله تعالى أمرنا ولا نخرج عليه ما لم نرى كفرا بواحا ظاهرا عندنا فيه من الله برهان، ونصلي وراءهم إن صلوا ونجاهد معهم إن جاهدوا وننصعهم وندعو لهم، ونرى أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا بقوله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني، وأنه يرى سبحانه وتعالى في الآخرة بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ونثبت أسماء الله
وصفاته كما جاء بها الكتاب والسنة على وجه يليق بجلال الله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ولا نتبرك بالقبور ولا بساكنها، ولا نحلف بغير الله، ولا نغلو في الصالحين، ولا نبتدع في الدين، ولا نوالي الكافرين، ونحرم تعليق التمائم والحجر والودع، ونحرم الذهاب إلى السحر والعرافين والكهنة، ولا ندعي علم الغيب ونكفر من يدعيه، ونحرم الاستغاثة بغير الله أو الذبح لغير الله كالذبح للأولياء وللقبور، ونمنع صرف شيء من الخوف أو الرجاء لغير الله سبحانه وتعالى، ونثبت الهجرة للرسول صلى الله عليه وسلم والكرامة للولي الصالح بشروطها، ونرى أنه لا يسع أحد الخروج على الكتاب والسنة كائنا من كان، ولو مشى على الماء أو طار في الهواء فيجب عليه أن يتقيد بالكتاب والسنة، ولا نقنط أحدا من رحمة الله تعالى، ولا نؤمنه من مكر الله تعالى، ونرى تحريم الاستهزاء بالدين وأنه كفر صريح، ونرى تحريم التشبه بالكفار، ونبرأ إلى الله تعالى من فعل اليهود مع الأنبياء لأنهم كذبوهم وقتلوهم، ونبرأ من فعل النصارى لأنهم ألهوهم، بل نؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام ونصدقهم، ونرى عصمتهم وأنهم أفضل البشر، ونبرأ إلى الله تعالى من قول السبائية في تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن قول الرافضة في قول في أبي بكر وعمر وعائشة الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها، وفي أبي هريرة الصحابي الجليل محبوب المؤمنين وحبيبهم، ونرى أن أعظم ما يدعى إليه التوحيد، وأن أفضل الأئمة بعد نبيه أبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم على منزلتهم في الخلافة، ونكف عن كل ما شجر بين الصحابة، ولا ننشر أخطاءهم بل نترضى عنهم ونحبهم ونتولاهم ونلتمس لمخطئهم العذر، ونرى أن من أفضل الأعمال طلب العلم النافع وهو علم الكتاب والسنة، وأن أفضل منه هو القيام بالفريضة في وقتها على حسب وقتها، وأعظم الفرائض الآن الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله، ونرى وجوب توقيع علماء الملة ومحبتهم واحترامهم، ونحب أهل الحديث بخاصة، ولا ننخدع بحال أحد مهما فعل حتى يوافق الكتاب والسنة، وندعو لسلامة القلب من الشرك ومن الرياء ومن العجب والكبر والخيلاء والحسد والحقد والغل والغش، وسلامة اللسان من الكذب واللعن والسب والشتم والاستهزاء والغيبة والنميمة، وندعو إلى سلامة المطعم من الحرام، وندعو إلى تقوى الله تعالى وحبه وطاعته والخوف منه ورجائه والرحمة منه والرغبة إليه والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه مع التوبة من الذنوب والإقلاع عن المعاصي، وندعو للصدق والصبر والوفاء بالعهد والأمانة والعدل في الأقوال وحسن الخلق والتواضع والكرم والشجاعة والزهد وقصر الأمل وكثرة ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والتزود بالنوافل والصدقة والبر ورحمة اليتيم والمسكين والأرمل والصغير واحترام حكام العادلين والعلماء العاملين وحملة القرآن المتقين والكبار المسنين، وإمامنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرجعنا الكتاب والسنة، وخيرنا أتقانا، ونفعل السبب مع التوكل، ونعمل بالمأمور ونجتنب المحذور، ونصبر على المقدور، ونشهد بالجنة لمن شهد له بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وندعو للأخوة الإيمانية، ونحث على الأخلاق الإسلامية، وننهى عن الحزبية التي تورث الخلافة والشقاق والبغضاء، ونكفر تارك الصلاة، ونحل ما أحل الله ورسوله، ونحرم ما حرم الله ورسوله، ولا نخلع يدا من بيعة، ولا نشق عصا الجماعة، ولا نفرح بمصائب المؤمنين، وندعو إلى الله تعالى بالحكمة، ولا نقول بقول بعض المخالفين أن من أهم مطالب الدين إقامة الإمامة أو الخلافة، بل أهم المطالب وأجل المقاصد هو توحيد رب العالمين وصفاء العقيدة وصحة العبادة، وإذا قامت الأمة على هذا سهل الله قيام خلافتها، ولا نقول بقول الصوفية من أن العلم علم الخرق لا علم الورق، بل نقول العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نذهب مذهب المتعصب من الفقهاء الذين جعلوا أقوال أئمتهم حجة عند التنازع فقلدوهم بلا دليل وقدموا كلامهم هوى وتشاهيا، بل نقدم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كلام أي أحد كائنا من كان، ونعتصم بالدليل ونقبل الحق ممن قاله حتى ولو كان عدونا ولو خالف ما كنا عليه، ونأخذ القرآن والسنة على فهم الصحابة وسلف الأئمة وأئمة الدين كابن المسيب والحسن البصري والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن وافقهم، ونرد ولا نقبل قول واصل بن عطاء وعمر بن عبيد والجهم بن صفوان والجعد بن درهم والجهم والمريسي والزمخشري وكل دعاة التحديث والتنوير والتطوير ممن يسموا أنفسهم أصحاب الفكر الإسلامي، وننهى عن علم الكلام
لأنه طريق الجدل والخصام، ونفر من الفلسفة ومنطق اليونان، وقد كفانا ما في القرآن وما جاء به سيد ورد عدنان صلى الله عليه وسلم. وليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولنرى الاحتفال بغيرهما بأي عيد كان، ونرى المسح على الخفين وتحريم زواج المتع تحريما مطلقا. ورضا الله تعالى مقصدنا، والجنة مطلبنا، والشريعة مرجعنا، والحديث الصحيح مذهبنا، وجهاد الكفار ماض إلى يوم القيامة، وباب الاجتهاد في الشريعة مفتوح، ولكل 100 عام مجدد من أهل السنة والجماعة، سواء في باب الحديث أو الفقه أو الأمر والنهي أو الولاية العامة أو الجهاد. وكتب الحديث المعتبرة هي الصحيحان البخاري ومسلم والسنن الأربعة ومسند أحمد والدارمي والطمالك وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي والدارقطني ومعاجم الطبراني الثلاثة ونحوها. وكتب التفاسير المعتمدة هي تفسير الطبري والبغوي وابن كثير وابن سعد والشنقيطي وغيرها ممن أجمع العلماء على صحتها والأخذ بها. وليس قول أحد من الأمة حجة على غيره إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يدور معه الحق حيث دار، وفعله فعلى قوله توزن الأقوال، وعلى فعله تقاس الأفعال، وعلى حاله تصح الأحوال، فهو المعصوم من الزلل السليم من العلل البريء من الخلل. هذا وإني أستغفر الله تعالى وأتوب إليه من كل قول قلته أو سطر سطرته وكتبته أو فعل فعلته يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأت بالتحضير لمحاضرة بعنوان عثراتي في الطريق، أعتذر فيها عن بعض العبارات التي سلفت مني شعرا أو نثرا أو عن بعض الأقوال التي وردت في بعض خطبي القديمة أو محاضراتي. والله المسؤول وحده أن يتجاوز عنا وأن يرحمنا وأن يلطف بنا، إنه سميع مجيب، عليه توكل وإليه أنيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه عقيدتنا، اللهم فثبتنا عليها حتى نلقاك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والحمد لله رب العالمين.